فارس والروم أمتان عظيمتان كانتا قبل البعثة ووجدتا حين البعثة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهؤلاء الأمم جميعا، إن قلت فارس، إن قلت الروم، إن قلت العرب، إن قلت الهند، إن قلت غيرهم من الأمم، كلهم يرجعون إلى أب واحد هو آدم، وإلى أب ثان بعده هو نوح، كما بينا في حلقة خاصة بذلك. فارس والروم أمتان عظيمتان، لكن إذا تكلمنا تفصيلا، الروم الظاهر أنهم من نسل العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، فهم بالنسبة لنا معشر العرب أبناء عمومة، لأن إسماعيل وإسحاق عليهم السلام كانا أخوين. لكن هل الفرس من أولئك؟ ثم ترى يقول بهذا تبناه جرير، وأظنني أني ألمحت فيه، قال جرير في بيت شهير له: ويجمعنا والغر أولاد سارة أبو الله نبالي بعده من تعذر، أبونا خليل الله والرب ربنا، رضينا بما قسم الإله وقدر. في هذا البيت يزعم جرير أن فارس قريبة من الروم، قريبة من العرب، وأنهم كلهم ينتسبون إلى خليل الله إبراهيم. هذا لا يبعد، لكن لا نملك دليلا صريحا عليه. جاء ذكر فارس والروم كأمتان عظيمتان أنهما عرفوا الملكية والنظام في الحكم، وهذا لم يعرفه العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فارس والروم، فارس والروم، فالعرب كانوا قبائل لا يستطيع أحد أن يحكمهم ولا أن يسوسهم، وإنما فارس القبيلة وشيخها له الأمر الأعظم فيها، لكن الملك المتوارث المعروف عند الأكاسرة أو القياصرة لم يكن موجودا. في زماننا هذا الفرس إذا تحدثوا في حديثا ثقافيا يذكرون كلمة فارس، وإذا تحدثوا حديثا سياسيا يذكرون اسم الدولة التي يحكمونها. أما الروم فتفرقوا، أصبحوا دول، وهم الأوروبيون الحديثون. جاء قلت في القرآن لم يرد إلا ذكر الروم، ولم يرد ذكر فارس بالنص، لكن ورد بإشارة، قال الله تعالى: وآخرين من دونهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فالذين لما يلحقوا بهم، في قول أغلب المفسرين في سورة آية سورة الجمعة أنهم المراد بهم أهل فارس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان هناك علم معلق بين السماء والأرض لناله رجل من أهل فارس. وهذه تزكية لهم، وسيدهم من أهل الطاعات سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بفارس والروم من حيث الأمور. لهم حضارة تكتسب، تؤخذ منها ما يوافق ديننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل مشورة سلمان الفارسي، وهذه حضارة عسكرية. وفي زمن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، لما أراد أن يبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقدم من الروم عمالا ونجارين وصناعا ومن يحسنون البناء ليبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا ما يسمى بالتلاقح الحضاري بيننا وبينهم. لكن من دخل منهم الإسلام سواء من الروم أو الفرس عد مسلما من أمة إجابة الدعوة من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. والحضارة العربية التي قامت في عهد الأمويين والعباسيين أسهم الفرس أكثر من الروم فيها، فجل علماء المسلمين في شتى الفنون كانوا من الفرس. سيبويه كان فارسيا، أبو حنيفة كان فارسيا، وغيرهما كثير، في حين أن الروم في هذا الباب كانوا قليلي العدد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض أصحابه إذا حملت امرأته لا يأتيها، يعني يقل، يخشى على الولد، وبعضهم يقول كانت إذا المرأة ترضع لا يأتيها خوفا يتضرر الولد، أو يأتيها لكنه يعزل. فلما كان الصحابة يأخذون ويعطون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فجاءت الأحاديث أن هذا لو كان يضر لضر فارس والروم، لأنهم كانوا يصنعون هذا. فالمقصود اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على حضارة فارس والروم في هذا الشأن. والمراد من حيث الجملة كانوا أمتين عظيمتين قريبتا المكان بالمسلمين. حدثت المعارك المعروفة الموثقة تاريخيا، القادسية تحدثنا عنها، اليرموك كانت مع الروم، كل ذلك المقصود الإجمال عن الحديث. ورد في صحيح مسلم رضي الله تعالى، ورد في صحيح مسلم رحمه الله حديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أثنى على الروم، وكان من أجمل ما قاله فيهم أنهم أمنعوا الناس من ظلم الملوك، وهذا ظاهر فيهم إلى يومنا هذا، لا يقبلون لأحد أن يتأتى ويصعد عليهم ويهينهم.